هذه امرأة الزوج ديالها مقاطع الأخت ديالو، لكن هي مشات هزت ولدها ومشات لديك الأخت ديالو، يعني عمت ولدها. هذه درت واحد الأجر كبير، حل الجهاد في سبيل الله. وهذاك الرجل آثم، عنده واحد الذنب كبير عند الله، خصو هذيك الأخت ديالو يزورها. عداوة قديمة، اللي قديمة ما خصهاش تعدى 3 أيام، وخصو يزور الأخت ديالو مرة في العام على الأقل، خصو يزور الأخت ديالو، واجب عليه، كتسالو له يوم القيامة. وهاد المرأة هذه اللي مشات لعند أخت راجلها ودات ولادها يشوفوا عمتهم، الله يجزيها بخير، شي كبير هادشي اللي دارت.